هذا ويعاني النازحون الفلسطينيون معاناة شديدة من سوء الأوضاع الراهنة لهم عقب تركهم بيوتهم وقرهم. أقال النازحون أن نكبة عام 1948 لا تقارن أبدا بالنكبة التي يعيشونها حاليا. جينا هنا شردنا من جباليا، شردنا هنا من القصر، وهنا لقينا هينا إن من مكنا الذبان مكنا في الشكل أين ذا هينا نهاري ما كلتش خبز أنا، طب جعان بدي أكل الحين بعجنه. تشرد أكثر، أعداد كتير تشردت من الناس، يعني بالنسبة للنكبة الأولاني سنة 48 ولا إشي جنب هالنكبة اللي إحنا عايشينها حاليا، ولا أكل ولا مية، لدرجة إنه كنا نشرب من مية البير، صار معنا نزلة معوية منها، أطفالنا تشردت كتير شهداء. جت الناس مشرقة مسيرة بنادمين، شرقنا معاهم، ضلينا مشرقين أنا وأخويا، ضلينا مشرقين، هم يقولون كيف نمشي احنا نمشي.